فاشن الجزء الثاني من مبادره صم مصنع في مصر. مبادره مهمه جدا الكليه من اول السنه اللي فاتت وهي حاطه تارجت ليها وهدف كبير ليها ان احنا ازاي ندعم الصناعه المصريه. يمكن الظروف الاقتصاديه اللي موجوده في البلد شويه مخليه الدنيا مش منتظمه، وضع الاقتصادي لكثير من الشركات فيه مشكله، فيه دروب كبير يمكن في شركات كثيره كمان. ابتدينا نقول ان احنا دورنا ككليه مش مجرد ان احنا بحاجه اكاديميه بس، احنا لا ننفصل عن السوق، لا ننفصل عن المجتمع، لا ننفصل عن الصناعه. احنا دايما نقول كليه فنون تطبيقيه هي نواه الصناعات كلها.